أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. هذا وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى، وتم رصد إطلاق ما لا يقل عن 12 صاروخا من قطاع غزة باتجاه المنطقة، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ أطلقت من جنوب غربي خان يونس، حيث يجري الجيش عمليات برية حالية. إذن كتائب القسام تقول قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين. هذا طبعا كان قبل قليل، قبل حوالي ساعة من الآن، لكن الآن تقول القناة 12 الإسرائيلية إن 11 صاروخا أطلق في الرشقة الأخيرة، واعترضت القبة الحديدية 7 من تلك الصواريخ. القناة 12 الإسرائيلية تؤكد أن 11 صاروخا أطلق من غزة في الرشقة الأخيرة، واعترضت القبة الحديدية 7 من هذه الصواريخ.